صفعات متتالية يوجهها قادة الكيان الصهيوني لمبعوث إدارة أوباما جون كيري الذي يلهث وراء سراب يسمى مفاوضات إسرائيلية فلسطينية. صفعات يوجهها كيري بدوره إلى وجه سلطة رام الله علها ترضى بأقل القليل كي يسجل موقفاً أو نجاحاً لكيري ربما لن يحصل عليه في الوقت الراهن، خاصة في ظل فشل إدارته على محور آخر قد يكون في سوريا أحد محطاته. كيري الذي جال بحوامته بين عمان والقدس ورام الله يمدد جولته لتدخل يومها الرابع بعدما ألغى زيارة كانت مقررة السبت إلى أبوظبي كي يتابع لقاءاته المتكررة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كيري هذا يقابل بصفعة إسرائيلية من العيار الثقيل، لكن يبدو أن شروط عباس وتشدد تل أبيب يضعان كيري وجولته في مهب الريح الذي يفشل في الآن ذاته أي تحرك أمريكي في أرض العرب، خصوصاً بعد هزيمته المنكرة في كل من العراق وأفغانستان. مصادر فلسطينية رفيعة المستوى أكدت بأن عباس أصر على نقاط عدة لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، أهمها وقف الاستيطان وإعلان شرقي القدس عاصمة للفلسطينيين. ولكن كالعادة دوماً يستغل الصهيوني انشغال العرب في أتون ربيع دام لتعلن حكومة الكيان بدفع خطة لإقامة 930 وحدة استيطانية جديدة جنوب القدس المحتلة، ما يؤكد من جديد مواقف تل أبيب الرافضة لأي حق فلسطيني والرافضة أيضاً لأي تنازل للحليف الأمريكي اللاهث وراء تسجيل أي موقف يؤكد من خلاله أنه صاحب اليد الطولة في المنطقة.